السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في آخر فيديو في كورس الماتيريال مانجمنت شابتر 10 بعنوان توتال كواليتي مانجمنت تي كيو ام. طيب تعالى نفصل كده المصطلحات الأول، نعرف يعني إيه توتال، يعني إيه كواليتي، يعني إيه مانجمنت. المقصود بتوتال هنا إن إحنا المصطلح التوتال كواليتي مانجمنت دوت هيغطي توتال أورجنايزيشن أور إنتاير أورجنايزيشن، إحنا هنطبق الجودة على كل المنظمة اللي عندنا، دوت المقصود بكلمة توتال. طيب كواليتي، كواليتي إن أنا doing the right things the right things right the first and every time، بمعنى ان انا افعل الاشياء الصحيحه بطريقه صحيحه في المره الاولى وفي كل مره. خلاص كده الحاجات الصح اعملها صح من المره الاولى وكل مره اعملها صح، ديت المقصود بالمصطلح كواليتي. طيب مانجمنت، مانجمنت ديت الاداره اللي احنا عارفينها العاديه اللي هي process of getting things done through الاذر، هي ديت التفصيله بتاعت توتال وكواليتي ومانجمنت، تضمهم على بعض يطلع لك مصطلح اداره الجوده الشامله اللي انت بتطبق مصطلح الكونسيبت بتاع الكواليتي على كل المنظمه اللي عندك. طيب دي كده از كونسيبت. طب التي كيو ام از اوبجكتيفز، ايه الاوبجكتيفز بتاعت كل مصطلح من فيهم؟ التوتال الاوبجكتيف بتاعه التايم، يعني ايه الاوبجكتيف بتاعه التايم؟ المقصود بقى بالتايم هنا ان الهدف اللي احنا بنطبق الكواليتي مش مجرد على الفاينل برودكت بس او الفاينل سيرفيس بس، لا دي احنا بنهتم بالوقت كعامل مهم اللي انا هنفذ فيه العمليات او الاوبريشن اللي انا بعملها علشان اصنع منتج معين او عشان اخلص تاسك معين. يعني انا مش مجرد بس مركز على مجرد طبقت الكواليتي على الفاينل برودكت او الفاينل سيرفيس انا كده خلاص، لا انا بهتم بيه الوقت اللي بنفذ فيه مثلا او عشان اطلع فيه الفاينل برودكت دوت او عشان اخلص فيه تاسك معينه. طيب ده كده بالنسبه للاوبجكتيف بتاع التوتال. الاوبجكتيف بتاع الكواليتي نفس الكلام برضه، doing the right things right، انك تفعل الاشياء الصحيحه بطريقه صحيحه in the first time من المره الاولى وفي كل مره and every time. طيب المانجمنت، مانجمنت بقى الماني، مسؤولين هنا عن الفلوس او عن الموارد بشكل عام، مسؤوليه الاداره انها تستفيد من الموارد اللي عندها بشكل مثالي، الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة بما فيهم الفلوس، وخلال تخطيط وتنظيم وتوجيه الأنشطة والعمليات بكفاءة والكلام دوت كله. طيب ده كده تي كيو ام از كونسبت وي از اوبجيكتيف. طب تعالى نشوفها از فيلوسفي، ايه فكرتها التي كيو ام او ايه الفلسفة اللي بتقوم عليها التي كيو ام؟ هدفها او غرضها او فكرتها انها بتنتجريت اول اورجانيزيشنال فانكشن مع بعض، بتضم كل العمليات كل الفانكشن الموجودة في منظمة مع بعض، بداية من فاينانس ماركتنج اوبريشن ديزاين، بتضمهم كلهم مع بعض ليه؟ to focus on meeting customer demand and organizational objective، عشان نحقق نركز على نميت الكاستمر ديماند ونحقق اهداف المنظمه. مثال مثلا احنا عندنا شركه بنصنع فيها اي حاجه، والشركه ديت بتحقق بتطبق كونسبت التي كيو ام، فساعتها هنعمل ايه؟ ساعتها كل هيشتغل مع بعض عشان نحسن عمليات الانتاج وتحسين الجوده، بدايه من قسم التصميم اللي هو او الديزاين ديبارتمنت اللي هو هيصمم البرودكت على حسب ما العميل عايز، بعد كده بالاوبريشن او البرودكشن اللي هو هينتج بقى المنتج، بعد كده التسويق، بعد كده الماليه اللي هو الفاينانس، كل دول هيشتغلوا مع بعض علشان يطبقوا التي كيو ام. عشان كده مقصود بيه ان احنا بنتجريت اول اورجانيزيشنال فانكشن. طيب ده از فلسفي، از ابرو اللي انا بطبقه على كل اورجانيزيشن زي ما احنا متفقين، او انكمس اول فانكشن اريا، بغطي كل الفانكشنال الموجوده عندي في المنظمه، كل فانكشنال اريا وكل الليفلز الموجوده عندي في المنظمه. ليه؟ عشان ابرديوس هاي كواليتي جودز اند سيرفيس، انا بطبقه على المنظمه كلها عشان ابرديوس هاي كواليتي جودز اند سيرفيس. طيب التي كيو ام از تول، ايه ايه الاغراض بتاعتها او ايه التولز اللي بتستخدمها؟ اللي احنا بنركز على الامبلوي، اهو تول باي ويتش مانجمنت اند امبلوي الاداره الموظفين can become involved in continuous improvement of the production of goods and services. يعني انت لما تركز على المانجمنت على الاداره والموظفين هما الاثنين مع بعض كده هتعمل لهم involved في البروسيس نفسها، احنا كده هنركز على continuous improvement، دايما هيبقى في تحسين مستمر لانتاج المنتجات ديت او الخدمات ديت. طيب والمصطلح الكواليتي والمانجمنت مع بعض كده هما الاثنين دولت هيأدوا ان هما يقللوا لي الهدر، لوسز دي تو ويستفول بريسس، ريديوسنج الويست عندي. فعشان كده تي كيو ام از تول تاني مانجمنت والامبلوي لما بيشتغلوا مع بعض او لما بيكم انفولفد ان اوبريشن مع بعض دوت هيأدي لي كونتينوس امبروفمنت، دايما هيبقى في تحسين مستمر في انتاج المنتجات. ومصطلح الكواليتي والمانجمنت مع بعض دولت هدفهم ان هما يقللوا الويست عندي. بشكل عام برضو الجينيريك ديفينيشن بتاعي التي كيو ام انها انتجريت كواليتي ات اول ليفل اوف اورجانيزيشن، بطبق كواليتي في كل منظمه عندي. ليه؟ علشان اكسيد اللي هو اعدي او على الاقل اميت النيدز اوف ذا كاستمر. طيب التي كيو ام ثرو اوت ذا اورجانيزيشن، تي كيو ام ممكن تكون موجوده فين؟ ممكن تكون موجوده في ماركتنج اند ار ان دي ديبارتمنت، وهدفهم ان هم يحددوا وات الكاستمر وونت. ممكن تكون موجوده في الانجينيرنج قسم الهندسه علشان يعملوا ديزاين البرودكت تو ميت الكاستمر اكسبكتيشن. ممكن يكون في موجوده في بيرشيزنج علشان يشتروا هاي
كواليتي بارتس اند ماتيريال ممكن تكون موجوده في الاتش ار عشان يعينوا موظفين with required skills and provide training، ممكن تكون موجوده في الشحن الشيبنج to prevent the product damage، تحمي البرودكت بتاعتها من انها يحصل فيها اي دامج. after the sales service خدمات ما بعد البيع quality service important as a quality product، ممكن تكون موجوده في management عشان يحافظوا على الفلو through the production or service process. بشكل عام كده ال TQM must be practiced in all activities، لازم تكون موجوده في كل الانشطه by all personnel in management marketing engineering purchasing HR وهكذا. ال TQM موجوده في كل المنظمه. طيب importance of TQM، ايه علاقه ال TQM total quality management بالبروفيت، ايه علاقتهم ببعض؟ تعال نشوف. continual quality improvement، كل ما انا بحسن improvement عندي ابقى ماشي في طريقين market route benefits و cost route benefits. طيب ايه العوائد اللي هتعود عليا من ناحيه الماركت او الماركت روت بينيفيتس؟ اول حاجه انا هامبروف ذا كومبتيتيف بوزيشن، انا هيبقى بوزيشن هيبقى عندي منافسه او ميزه تنافسيه عن باقي الكومبيتيتورز بتوعي. طيب دوت هيؤدي لايه؟ هيؤدي ان انا اعلي البرايس براحتي وناس هيشتروا عندي عادي، او انكريز الماركت شير، وسواء ده او ده اللي هو اعلي يعني قيمه الحصه التسويقيه بتاعتي، سواء ده او ده هي انكريز الريفينيو وبالتالي هي انكريز البروفيت. ده مسار. المسار الثاني الكوست روت بينيفيتس، لما انكريز الديفكت فري اوت اطلع اوتبوت ما فيهوش اي عيوب تصنيع ومفيش اي حاجه، انا كده قللت الكوست اوف اوبريشن لان انا مش مضطر اعيد تصنيع منتج معين او مش مضطر اعدل على حاجه معينه، فبالتالي كده برضو بشكل غير مباشر عملت انكريز للبروفيت. ده علاقه التي كيو ام بالبروفيت. بعد كده التي كيو ام از بنسيه، بنسيه ديت اللي هي الحل الناجح او الدواء الشافي للتي كيو ام، او يعني اقرب يعني ترجمه ليها اللي هي الحل الناجح للمنظمه. طيب مهم التي كيو ام هتساعد المنظمه في ايه؟ انها تفايند اوت وات از ذا كاستمر وونت، هتساعدها في انها تحدد الكاستمر اصلا عايزين ايه، وهتحدد برضو ايه الديزاين بتاع البرودكت او السيرفيس اللي هم عايزينه خلاص، وهتحدد ايه البروسيس اللي احنا هنعملها اللي هتخلي الجوب رايت ذا فيرست تايم، ان احنا نحقق الشغل او نطلع نفعل الاشياء صحيحه من اول مره خلاص، وهنتراك اوف ريزلت واكستند ذس كونسبت تو سبلاير، هنوسع برضو المصطلح دوت عشان نوصله للسبلاير والسبلاير برضو يطبقوا التي كيو ام عندهم. يعني التي كيو ام بشكل عام كده بتساعد المنظمة على انها تعرف ايه الكاستمر وونت، بعد ما عرفنا الكاستمر وونت نعرف ايه الديزاين بتاع برودكت او السيرفيس اللي هيميت الوونت بتاعتهم ديت خلاص، او اكسيد كمان الكاستمر، احنا مش هدفنا مجرد ميت بس، مضاف هدفنا ميت واكسيد الكاستمر وونت، وان احنا نصمم بروسيس نعمل ديزاين للبروسيس بتخلي الشغل يتم من اول مره بطريقه صحيحه، ونتراك الريزلت ونوصل الكونسبت دوت للسبلاير عشان يطبقوه هم كمان. طيب تعال نشوف بقى التراديشنال واي والتي كيو ام الفرق ما بينهم. اول حاجه التراديشنال واي بتبقى اناليتيك ثينك، طب التي كيو ام لا، هوليستيك ثينكينج. هوليستيك ثينك يعني بتفكر او بطريقه شموليه بتشمل المنظمه كلها، فبالتالي اناليتيك ثينكينج بتركز على فانكشنال مانجمنت، على اداره التسويق مثلا، على اداره الماليه، الاداره الانتاج، بتركز بشكل عام على فانكشن مانجمنت. طب التي كيو ام لا، بتركز على البروسيس نفسها اللي بتتم بيها الاشياء خلاص كده، يعني تراديشنال فانكشنال، التي كيو ام بروسيس. طيب التراديشنال فوكس ان اكسبتابيلتي، بتركز على القبول اللي هو القبول بتاع ايه، مجرد ميتنج سبيسيفيكيشن بس، الكاستمر جيت دانا ريكويرمنت معينه احنا هنميت الريكويرمنت ديت او السبيسيفيكيشن ديت بس مش اكتر. طب التي كيو ام لا، فوكس اون ديزيرابيلتي، عايزه تتفوق، عايزه تحقق البرفكيشن المثاليه علشان تعدي اكسيد الكاستمر وونت. طيب في تراديشنال فوكس على الشورت تيرم فاينانشال بيرفورمانس، طيب في التي كيو ام لا، على اللونج تيرم ماركت شير، احنا عايزين يكون عندنا حصه تسويقيه كبيره على اللونج تيرم مش مجرد بس فاينانشال بيرفورمانس في الشورت تيرم. فبالتالي تراديشنال بتركز على الريزلت، ريزلت اورينتد، بتشوف النتائج بس على مدى قصير، اما تي كيو ام بتركز على البروسيس نفسها اللي بتتم بيها الاشياء. طيب التراديشنال رياكتيف ريسبونس تو كاستمر، بمعنى انها تريت البروبلمز، يعني لما الكاستمر يحصل عنده مشكله ترد على المشكله ديت وتحل له المشكله ديت وتبتدي تتعامل مع المشكله ديت. طب لا التي كيو ام لا، التي كيو ام اصلا بتمنع المشكله من قبل ما تحصل، قال لك هو برو اكتيف سولوشن فور كاستمر، بنقدم حل اصلا للمشكله المشاكل اللي ممكن تحصل عشان امنع المشكله من الاول انها تحصل. تمام. اما في التراديشنال لا، التراديشنال لما مشكله بتحصل بيتعامل معاها، اما التي كيو ام اصلا بيمنع مشكله من المنبع انها تحصل. طيب في التراديشنال كلاس ثينكينج، بنفوكس على الكومبيتيشن والكاستمر. طيب في التي كيو ام لا، فوكس اون هي تيم ثينكينج، عشان بتفوكس على التعاون ما بين او كوبريشن اند ورك انفايرمنت، تركز على التيم نفسه اللي شغال معاك، الموظفين والاداره والناس والورك انفايرمنت اللي معاك عشان تبقى في بيئه عمل محفزه للانتاج. طيب التراديشنال
كومباتيتيف سورسنج. اما تي كيو ام بتطبق مصطلح السبلاي تشين مانجمنت، بتسلكت سوت اوف سبلاير، بتختار مجموعه من السبلاير تتعامل معاهم، والسبلاير دول يكون بيطبقوا مصطلح تي كيو ام علشان يبقى في تعامل ما بينهم. طيب اما تراديشنال لارج بيز اوف سبلاير، بتختار او عندها سبلايرز كتير قوي خلاص ما لهمش لازمه. طيب ده كده كان مقارنه سريعه ما بين التراديشنال والتي كيو ام. طبعا كان في تفاصيل كتير قوي كان ممكن اقولها، بس يكفي ان ايه كل واحده عنوان مش اكتر، فعشان كده ما دخلتش في التفاصيل. طيب كاركترستكس اوف تي كيو ام، تي كيو ام بيبقى لينك بربط بيه او بيبقى رابط ما بيني وما بين الكاستمرز خلاص، وبيبقى لينك كمان ما بين الكومباني اوبجكتيفز، بستخدمه عشان اميت الكاستمر نيدز، بستخدمه علشان احقق الكومباني اوبجكتيفز، بستخدمه علشان ديفايند امبروفمنت ميجر عشان احد او اقيس التقدم او التحسين اللي انا ممكن اعمله على الديزاين بتاع البرودكت مثلا. تيم كومبوزيت اوف مانجر اند امبلوي، احنا بنشتغل كتيم زي ما قلنا هنا، هو التيم ثينكينج، احنا بنشتغل كتيم مكون من موظفين ومديرين. احنا بنركز على يوز اوف ساينتفك بروبلم سولفينج بروسيجر اند تولز، بنحاول نحل المشاكل بطريقه علميه. تيم اكمبلش اند دوكيمنت ذير ورك، اي تيمز اي انجاز يعني التيم بيعمله بندوكيمنت الورك دوت، والديسيجن بيبقى دريفد فروم داتا، مش بيبقى بناء على ميولنا الشخصيه او على اهوائنا. طيب التي كيو ام امبلمنتيشن، عشان اطبق بقى التي كيو ام انا لازم التي كيو ام ما ينفعش اطبقها في اداره معينه او قسم معين، لا انا لازم يكون في توتال انتجريشن اوف تي كيو ام انتو دي تو دي اوبريشن، لازم اطبقها على المنظمه ككل وتشتغل كل يوم دي تو دي اوبريشن. طيب element of تي كيو، التي كيو ام لازم دايما يكون في كونتينوس امبروفمنت، بيوصف لك الكونتينوس امبروفمنت ده بانها رحله ملهاش نهايه، لازم دايما اتطلع يكون في نيد فور كونتينوالي لوكينج فور نيو ابروتش فور امبروفينج كواليتي، لازم دايما اتطلع على نيو ابروتشز وادور على الابروتشز او بروسيس الجديده علشان امبروف الكواليتي دايما. طيب كاستمر فوكس ان فيتنس فور يوز، فيتنس فور يوز اللي هي طريقه الملائمه بتاعه الاستخدام او استخدام المستخدم او الديزاين بتاع المستخدم بيأثر معاه في ايه او الكواليتي بتاعته تأثر معاه في ايه يعني. طيب فمهم الكاستمر فوكس عندي فيها حاجتين، ديزاين كواليتي كونفورمنس كواليتي. ديزاين كواليتي هنا بتركز على شويه كاركترستكس كده خاصه ببرودكت معين ذات ديترماين اتس فاليو ان ماركت بليس، يعني اللي بيميز البرودكت دوت الكاركترستكس ديت هي اللي بتعمل له قيمه في الماركت بليس بتاعه، او سبيسيفيك كاركترستكس اوف برودكت، في شويه خصائص كده او سمات معينه في البرودكت دوت هي ديت اللي بتحدد الفاليو بتاعته في الماركت بليس. زي مثلا في عربيه موجوده في السوق، فالعربيه ديت تلاقي الكاستمر بيقولوا ايه العربيه لما المحرك بتاعها ممتاز، الديزاين بتاعها جذاب، الراحه عند فيها راحه في القياده، احنا كده حققنا الرضا التام للعملاء. طيب الكونفورمنس كواليتي هنا بقى بيبقى فيه او نسميها جوده التطابق، هنا بيبقى فيه معايير معينه لازم نتبعها واحنا بننتج، اهو لك ذا ديجري تو ويتش ا برودكت ميت اتس ديزاين سبيسيفيكيشن، في ديزاين سبيسيفيكيشن معينه لازم نتبعها. يعني مثلا لو قال لك ان احنا عندنا تليفون والتليفون دوت ضد الميه، فالتليفون ضد الميه دوت بيبقى فيه ديزاين سبيسيفيكيشن معينه لازم تكون فيه علشان يكون ضد الميه، لازم يكون مثلا التليفون كله مقفول بحيث الميه ما تدخلش جوه في البورده، لازم الكاميرا تكون محميه والكلام دوت كله طبعا. تمام كده يبقى الفرق ما بين الديزاين كواليتي والكونفورمنس كواليتي ان الديزاين كواليتي ده فيه سبيسيفيك كاركترستكس هي بتحدد قيمه البرودكت دوت في السوق، اما الكونفورمنس كواليتي بيبقى فيه ديزاين سبيسيفيكيشن لازم اتبعها علشان انتج المنتج دوت. طيب بعد كده في تريننج، التريننج دوت طبعا مهم جدا للموظفين عشان يبقوا هايلي برودكتيف، والتريننج دوت بيبقى ممكن يتدربوا على الانتربرسونال سكيلز، على الابيليتي فانكشن وذن تيم، العمل الجماعي والبروبلم سولفينج، مهارات حل المشكلات والديسيجن ميكنج والتكنيكال سكيلز، دي كل ديت مهارات ممكن يتدربوا عليها. انتجرتي النزاهه، النزاهه ديت بقى ايه، بيقول لك انت لازم تكون عندك النزاهه والصدق والامانه والبر لديك والكلام الجميل دوت كله. بعد كده كاركترستكس از وات الكاستمر اكسبكت تو ديزيرف اور ريسيف، الكاستمر بياخد الكاركترستكس ديت او الكاستمر هو اللي بيستحق الكاركترستكس ديت، فعشان كده لازم يكون عندك نزاهه وانت بتقول له ايه السبيسيفيكيشن او ايه الكاركترستكس اللي موجوده في البرودكت دوت. يعني مثلا ما ينفعش تكون شركه مصنعه تعلن ان المنتج بتاعها مصنوع من مواد عاليه الجوده وبيحقق معايير السلامه وانت ما بتكونش بتتابع الكلام ده، انت كده بتقدم معلومات مضلله او غير صحيحه خلاص، فدوت طبعا انت كده ما عندكش نزاهه. عكس النزاهه الازدواجيه دبلستي، في الدبلستي ما ينفعش التي كيو ام تشتغل او ما ينفعش تشتغل في طبقه من الازدواجيه. طيب
كفايه كده مش هخش في تفاصيل تاني. طيب الكوميونيكيشن دوت ان لازم يكون في تواصل ما بين سندر وريسيفر، لازم يكون في تواصل ما بين اول اورجانيزيشن ممبر سواء سبلاير او كاستمرز او امبلوي، ولازم يكون في تواصل بكل الطرق. طيب عندي 3 واي اوف كوميونيكيشن، في داون وورد اب وورد سايد واي كوميونيكيشن. الداون وورد لما الجماعه اللي فوق بتاع اللي في المنظمه دولت المديرين اللي فوق مدير العام ورئيس مجلس الاداره واعضاء مجلس الاداره يبعتوا رساله او بريد الكتروني لكل الموظفين يبلغون بتغييرات في سياسات الشركه. ده كده في حصل داون وورد كوميونيكيشن كده، الاداره العليا هي اللي كلمت الناس اللي تحتها. طيب الابورد، ده الابورد العكس بقى، لما يكون في موظف عادي بيقدم تقارير للمدير بتاعه، احنا كده هيبقى في اتصال تصاعدي او ابورد كوميونيكيشن من تحت لفوق. طيب السايد واي كوميونيكيشن بيبقى مديرين على نفس الليفل بيتكلموا مع بعض او يعني ايه بيتبادلوا افكارهم مع بعض. سايد واي كوميونيكيشن بيبقى على نفس الليفل، الابورد كوميونيكيشن بيبقى موظف من ليفل تحت بيكلم موظف بيكلم مدير في ليفل فوق، الداون وورد كوميونيكيشن بيبقى مدير في ليفل فوق بيكلم موظفين في ليفل تحتيه. طيب ايه المشاكل بقى اللي ممكن تواجه التي كيو ام وتخليه يفشل؟ ان مفيش تريننج خلاص، مفيش مهاره اداريه او مفيش كومبتنت مانجمنت يقدروا يديروا التي كيو ام خلاص. اورجانيزيشنال ريزيستنس تو تشينج، هم اصلا المنظمه مش عايزه تغير، الموظفين اللي فيها رافضين ان هم يغيروا الكونسبت اللي شغالين بيه خلاص. ما عنديش النولج الكافيه، ما عنديش الانفراستراكشر الكافيه اللي تخليني اطبق مصطلح التي كيو ام، ما اقدرش اطبق مصطلح الجوده الشامله، ما اقدرش اطبق الجوده على كل البرودكت اللي عندي. ريسورس ليميتيشن، ما عنديش الموارد الكافيه اللي تخليني اطبق الكلام دوت. الوركرز مش عارف اعمل لهم جيت انفولفد ان ديسيجن ميكنج، مش هيقدروا ياخدوا قرار او مش هعرف اضمهم في عمليه اتخاذ القرار. لاك اوف تايم، ما عنديش وقت فور لاين وركر تو تيك تايم فور تي كيو ام ميتنج، ما عنديش وقت للعمال دولت اجمعهم وهم شغالين اقول لهم تعالوا نتكلم شويه عن التي كيو ام المفروض تعملوا ايه خلاص. ميدل مانجمنت فير ليس اوف كنترول، ميدل مانجمنت ما بقاش فيها كنترول او رقابه عليهم. دي كل دي مشاكل ممكن تواجهني وانا بطبق التي كيو ام. بعد كده بقى السيريستيزم اوف تي كيو ام، الانتقادات الموجهه للتي كيو ام. اول حاجه بقى في بلايند بيرسويت اوف تي كيو ام بروجرام، بقى في ايه وانت مغمض اه التي كيو ام بروجرام ده اسمه حلو كده وتحس حاجه من ثلاث حروف حلوه احنا هنطبقها عندنا في المنظمه خلاص، وانت مش عارف ايه ديت ولا مش عارف اي حاجه عنها ومش هتعرف تطبقها صح. بروجرام مي نوت بي لينكد تو استراتيجيز، البروجرام مش متوافق مع الاستراتيجي والسياسات اللي انت حاططها. كواليتي ريليتد ديسيجن مي نوت بي تايد تو ماركت بيرفورمانس، انت او مصطلح الكواليتي دوت مهما تعلي في الكواليتي انت مش هتستفيد حاجه في ادائك في السوق دوت، مش هيأثر عليك في حاجه. واخر حاجه فيلير تو كير فري بلان ا بروجرام، انك ما تعرفش تطبق البروجرام. بس مثال صغير كده على اداره الجوده ديت، كنت في تدريب في بنك فمره واحده كده لقيت موظف طالع قال لك كواليتي كواليتي يا ريس كواليتي كواليتي، وعمال يقول كواليتي كواليتي كواليتي، انا مش عارف في ايه، فلقيت كله بيلبس البدل والجرافطات خلاص، فلبست زيهم. لقيت ان في واحد موظف جه شاف المكاتب عامله ازاي، المكاتب لازم تكون نظيفه ولازم ما يكونش موظف قاعد قدام ورق كده كتير، لازم يكون الكرسي نظيف وكرسي مثلا مش حاطط مخده، يعني كان علق ان كان في موظف حاطط مخده على الكرسي خلاص. ما ينفعش تكون بتشرب او تاكل في المكتب، الادراج ما يكونش فيها مش عارف ايه وحاجات كده ايه، يعني ايه اللي هو دي بلايند بيرسويت اوف تي كيو ام بروجرام، اللي هو احنا تي كيو ام ده حاجه من ثلاث حروف كده حلوه يلا نطبقها وخلاص، حاجات يعني ايه مش لهاش لازمه قوي، او ممكن تطبق التي كيو ام بس مش للدرجات يعني. تمام كده، وبكده نكون خلصنا كورس الماتيريال مانجمنت، مكون من 9 فيديوهات 10 شباتر وخلاص كلها ايام، وهيبقى اسمنا خريجين وتنتهي رحله ال4 سنين. الف مبروك لينا كلنا وربنا يوفقنا ان شاء الله في المرحله الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.